حضرتك عارف أنا اخترت لك أقنعة إيه؟ إيه؟ استعراضي، طاووسي، وبصباص. طب اشرحيهم لأن الثلاثة أنا مش فاهمهم. الاستعراضي شفتها في حضرتك لما بتستعرض مثلاً في اللغة، لما بتستعرض مثلاً بمعلومات دينية وتاريخية قديمة وتطلع تفرقع لنا قنابل فيما يخص شخصيات شهيرة أو مرموقة أو تاريخية أو مفهوم ديني وما شابه. طاووسي لما بتتكلم بشعور عالي جداً بالذات. شفت ابتسمت إزاي؟ لا أنا عجبني الصوجة اللي أنت بتسميها لي دي، مبسوط منها حقيقي. طب والبصباص؟ يعني إيه بصباص؟ بصباص يعني تقدير حضرتك للحسنوات وكلامك عنهم وغزلك فيهم، ولو شفت واحدة جميلة حسناء. طب ما أنت جميلة، هم أنا ما غزلتكيش. بتسميهم الحسنوات. الحسنوات؟ الحسنوات. لا والقبيحات كمان بتحب. والصغيرات والعجائز أنا منحاز للمرأة لأنها مظلومة. إنما أنا لا أذكر، ويمكن عشان نشأتي الصعيدي، إني عكست واحدة أبداً. لم يحدث. غزلت؟ طيب بتغازل مش بتعاكس؟ لا لا، وبحب واحدة هغزلها طبعاً. كنت سعيد قوي بالبوست بتاع الراقصة أنستازيا لما عرفت إنها بتقرأ الرواية بتاعتك وإنها معجبة بالرواية جداً، وأخدت البوست بتاعها وحطيته عندك وقلت قلت يا ريت الدكتور اللي ترجم الرواية للروسي يكون خط غلط غلطات كتيرة، فهي تضطر بقى تيجي عشان أشرح لها إيه الموضوع. ودي مش بصبصة؟ وأنا هشوفها فين؟ هتيجي. دي عايشة في الغردقة. ما هو ده بوست في الغردقة، يا ده في آخر الدنيا يا دكتور. طيب وأنا لسه هروح الغردقة. هتوصل لها إزاي للغردقة؟ وبعدين أنا ما كنتش أعرفها، ده هم الشباب بعتوا لي البوست بتاعها، فانا فتحت ادور مين دي، لقيتها جميله جدا وبتقرا النبطي، والنبطي روايه مش سهله. فواضح انها كانت قرت عزازيل قبل كده لان الاثنين مترجمين للغه الروسيه يعني. فلا يبقى دي مثقفه، فكان نوع من المجامله كده، مش نوع من المجامله ان انت عرفت كمان عايشه فين. ايوه ما هم قالوا لي بقى، كتبوا في التعليقات يا دكتور، فبقول لهم يا روسيا بعيده، قالوا لا دي ساكنه في الغردقه. بس انا رحت الغردقه كذا مره ما شفتها.